وللحديث أكثر حول الانتخابات النيابية التكميلية 2024، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف العقيد فيصل العرجاني المنسق العام للانتخابات التكميلية. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، وبداية ما هي أبرز الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها في يوم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات؟ شكرا على الاستضافة. طبعا يأتي دور وزارة الداخلية بعد صدور قرار وزير العدل بشأن تحديد موعد الانتخابات. هناك عدة إجراءات تشرف عليها القيادة العليا برئاسة سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وتوجيهات سيدي سعادة رئيس الأمن العام، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة تم مراجعتها والتدريب عليها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية. تشمل كافة المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المقار الانتخابية، وتكثيف انتشار الدوريات للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمرشحين إلى المقار الانتخابية بكل يسر وسهولة، وتجهيز القوة اللازمة لكل مقر انتخابي ووضع الخطط المناسبة لتأمين المراكز الانتخابية. نعم. وهناك فحص ومعاينة مراكز الاقتراع الفرعية منها والعامة. نعم. من قبل فريق مختص من الدفاع المدني فيما يتعلق طبعا بالاشتراطات الحماية والسلامة ورفع التوصيات. أيضا مديريات الأمنية نظمت العديد من الدورات والمحاضرات التثقيفية لجميع المشاركين، وكما أيضا تم تفعيل غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات بالإدارة العامة للحراسات تشرف على سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، لكي يتم تدليل كافة العقبات للتسهيل على الناخبين. كما تم التنسيق أيضا مع الطواقم الطبية والإسعاف في هذه المناسبة. نعم. في الحقيقة يبذل رجال الأمن العام دورا بارزا في وجهود كبيرة من أجل الحفاظ على سلامة إجراءات إتمام العملية الانتخابية، اللي يعكس الصورة الإيجابية للشعب البحريني بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين. نعم. العقيد فيصل، هل من نصائح أو إرشادات تود أن تقدمها ليوم الاقتراع بالنسبة للناخبين؟ طبعا أستاذي، نص دستور مملكة البحرين على أن للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح، لذا يجب على المواطنين التوجه لصناديق الاقتراع كونه واجب قومي في المقام الأول، والمشاركة في الانتخابات النيابية التكميلية لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مملكة البحرين لديه من الوعي والحس السياسي بما يجعله يشارك ويدلي بصوته ويختار نوابه لاستكمال المشاركة في بناء المملكة. نعم العقيد فيصل العرجاني المنسق العام للانتخابات التكميلية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.